بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ولا زال الحديث موصولا بنا حول قصة سيدنا إبراهيم. والنهاردة آخر موضع من مواضع القرآن الكريم تحدث عن قصة سيدنا إبراهيم في سورة الذاريات. تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمات البينات المباركات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. هذه الآيات البينات تعرضنا لها قبل ذلك في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أن قال الله جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، إلى آخر الآيات. هنا في سورة الذاريات جاء الأمر بتوضيح أكثر. هل أتاك، ربنا بيخاطب مين؟ سيدنا النبي. لما يقول له هل أتاك حديث الغاشية، الخطاب في الكاف هنا كاف الخطاب لسيدنا رسول الله. هل أتاك يا حبيبي يا محمد الخبر والنبأ الذي كان من أمر إبراهيم مع الملائكة لما نزلوا عليه ضيوفا؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ مكرمين لأنهم ملائكة. جاءت الملائكة إلى سيدنا إبراهيم في صورة آدميين لم يعرفهم إبراهيم. دخلت الملائكة على سيدنا إبراهيم في صورة آدمية لم يعرفهم، لأن الملائكة أجسام نورانية تتشكل بالأشكال الحسنة فقط. الجن أجسام لطيفة نارية هوائية. الجن أجسام لطيفة نارية هوائية تتشكل بالأشكال الحسنة وبالأشكال القبيحة. الجن يجي في أشكال مختلفة، إنما الملائكة يأتون في صورة جميلة حسنة، بدليل إن سيدنا جبريل كان ينزل على سيدنا رسول الله في صورة سيدنا دحية الكلبي. في صورة مين؟ سيدنا دحية الكلبي رضي الله عنه أرضاه. كان سيدنا دحية ده من أجمل العرب شكلا، كان من أجمل العرب في الشكل وفي الصورة وفي الوصف. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ كم واحد دخل؟ قالوا 13، وقيل 10، وكان منهم سيدنا جبريل. يعني 10 من الملائكة دخلوا على سيدنا إبراهيم، في بعض الروايات 7، وفي بعض الروايات 12، وفي بعض الروايات 10، دخلوا على سيدنا إبراهيم. فلما دخلوا على سيدنا إبراهيم قام سيدنا إبراهيم
وجاء بعجل سمين. هم لما دخلوا سلموا عليه قال سلام قوم منكرون، أنا مش عارفكم، لأنهم دخلوا في صورة لا يعرفها. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. يعني إيه الكلام ده؟ أبين لك بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله، وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه الحديث بين سيدنا إبراهيم والملائكة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون، لأن هم دخلوا على سيدنا إبراهيم ولا يعرفوا من هم. فراغ إلى أهله، راغ إلى أهله يعني مال إلى أهله خفية. لما يجي لك ضيف كده مش هتقول قدام الدنيا كلها، إنما هتقوم لأهل بيتك تقول لهم جهزوا أكل للضيف. فقام سيدنا إبراهيم عدل إلى أهله خفية وقال جهزوا طعاما. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. في بعض الروايات في بعض الآيات في صورة تانية بعجل حنيذ. الحنيذ هو اللحم المشوي، اللحم الإيه؟ المشوي. ذبح عجلا وشواه وقدمه إلى الملائكة، فلما وضع الطعام أمامهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ لم يمدوا أيديهم للطعام، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتوالدون ولا يتبولون ولا يتغوطون. أمال شغلتهم إيه؟ يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. وربنا يقول عنهم في القرآن يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. مفيش كلل، مفيش تعب، مفيش ملل، هم شغالين طاعة وعبادة وتسبيح وتقديس وتحميد وتكبير وتهليل لله فقط. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. لما ما مدوش إيديهم للطعام، لأن من عادة العرب إذا قدم إليك الطعام أن تأكل. فسيدنا إبراهيم بيقول لهم لماذا لا تأكلون؟ خاف منهم. فأوجس منهم خيفة، جاءت الخيفة في قلبه. قالوا لا تخف، ما تخافش يا إبراهيم، وبشروه بغلام عليم، إن شاء الله ستلد زوجتك ولدا. الحاجة دي حصلت مع سيدنا إسماعيل والسيدة سارة، مش السيدة هاجر. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أقبلت امرأته في صيحة، صاحت سيدة سارة، واحدة عدت 80 وزوجها عدى 90 وبيقولوا لها إيه؟ أنت سترزقين بولد. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. سيدنا ابن عباس يقول فلطمت وجهها، لطمت وجهها أو وضعت يدها على وجهها أو على جبهتها وقالت عجوز عقيم. ده أنا عجوز وعقيم لا أنجب، كيف لي بالإنجاب؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وده فيه تسليم لله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. نعم أنت لا تلدين، وأنت عجوز، وأنت عقيم، وبعلك شيخ كبير، لكن الله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعلم يا سارة أنك عجوز وأنك لا تنجبين، لكن الله أراد لك أن تنجبي، أراد الله لإبراهيم أن يرى ولدا منك. في آية تانية قالت يا ويلتى، هنا فصكت وجهها. آية تانية قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هيبدأ يسألهم
فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هنا هيجي الحديث ده في قصة سيدنا لوط، أنهم جاءوا لإنزال العذاب على قوم لوط الذين فعلوا الفاحشة. بهذا نكون قد انتهينا من قصة سيدنا إبراهيم في كل سور القرآن. إن شاء الله الحلقة اللي جاية ناخد بقى الدروس اللي استفدناها والدروس اللي نستنبطها من قصة سيدنا إبراهيم، وكيف نحيا بهذه الدروس في حياتنا. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم وأن يفهمنا أنوار القرآن ودقائق القرآن. اللهم أمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: هل تشترط الطهارة لسجود الشكر؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أنه لا يشترط الطهارة لسجود الشكر. الإنسان جاءه خبر، صار ماشي في طريق، قالوا ابنك نجح وجاب مجموع كويس في الثانوية، أو منتظر مثلا خبر صار وجاءه الخبر الصار، يسجد شكرا في وقته؟ لأنه هو لو انتظر حتى يتوضأ ممكن يضيع المصلحة بتاع سجود الشكر في وقتها. وورد إن أصحاب سيدنا النبي كان إذا أخبر الواحد منهم بخبر سار سجد لله جل وعلا. أصل سجدة الشكر مش صلاة، سجود الشكر تسجد شكر في أي وقت، ولا يشترط أن تنوي ولا تكبر ولا يشترط بعد السجدة أن تسلم. سجدة الشكر تقوم جاي ساجد شكر لله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد ولك الشكر، أو تثني على الله بما شئت من ثناء ومحامد، ثم تقوم من سجود الايه، من سجود الشكر. لا يشترط ان انت تسلم، حتى ولو سلمت ليس فيها شيء. يبقى سجود الشكر لا يشترط له الطهارة. بنشوف اللاعبين اللي يجيب جون يسجد، هو بيشكر ربنا على النعمة اللي ربنا انعم بها على ايديه. بنشوف واحد بشر بخبر صار فسجد لله سبحانه وتعالى، ورب العزة يقول لنا في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. بتشكر ربنا هيزيدك سبحانه وتعالى. أربع حاجات في القرآن ارتبطوا بأربع حاجات: من ذكر ذكر، من شكر زيد له، من استغفر الله غفر له، من دعا الله استجاب له. هات من القرآن تلاقوهم مرتبطين ببعض. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. أقول لا إله إلا الله، ربنا يذكرني في الملأ الأعلى. من شكر زيد له، ربنا أنعم علي بنعمة، اللهم لك الحمد ولك الشكر، يزدني. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم وصنها بشكر الإله، فرب العباد سريع النقم. من استغفر غفر له، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. من دعا الله استجاب لا، أنت تقول يا رب ربنا يستجيب. كان سيدنا عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، متى دعوته استجاب لك جل وعلا. يبقى سجدة الشكر لا يشترط لها الطهارة، أسجد في أي وقت لله جل وعلا، ولا يشترط أن تكون متوضئا. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم أمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.